عقد سلطان مملكة بجرمي اجتماعا ضم الشيوخ التقليديين بولاية شارب جرمي، وخلال هذا اللقاء ناقشت عدة مواضيع من بينها التعايش السلمي ودور السلطات التقليدية في حل النزاعات، بالإضافة إلى دعم السلطات الإدارية لتسوية الأوضاع وكذا احترام النظم والقوانين المعمول بها إداريا تفاديا للمشكلات التي تواجه سكان القرى والدعوة للمصالحة العامة. ويعد هذا اللقاء فرصة للتشاور وتقييم الأوضاع بولاية شارب جرمي ودعم برنامج الحكومة لتخطي المرحلة الانتقالية. من جهته حاكم ولاية شارب جرمي أثنى على جهود السلطات التقليدية وتطبيق توجيهات مساعي جهود المجلس العسكري الانتقالي، وأشاد بدعم دور السلطات التقليدية تعاونها مع السلطات الإدارية لتسوية الأوضاع.